بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. شباب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. هنحاول نعمل جيرني في جزيرة الكنز ونحاول نستكشف الأماكن. يعني اليوم إن شاء الله بسم الله يا جماعة راح يكون الحديث عن قيمة هلب، وقيمة هلب كالعادة زيها زي أي برنامج من برامج اندر ويندوز او اي حاجه تاخد على المعايير القياسيه، انها بيكون فيها امور خاصه بالمساعده والكلام ده. مثلا في الاول لو انا ضغطت على هاو تو هتلاقي ان اليوزر بتاع هاو تو اللي بيحاول يدي لك البريف المختصر عن الحاجات الاساسيه انك تتعامل مع سكند لايف، اللي هي ازاي تمشي، ازاي تطير، ازاي تتاتش الاوبجكتس، ازاي كده. ده بالنسبه لليوزر تبع هاو تو. الجانب الثاني بالنسبه للكويك ستارت، الكويك ستارت ده بيحاول يديك زي ألف ب ازاي تنطلق مع سكند لايف، يعني ايه ازاي تنتراكت، ازاي مثلا تغير الابيرنس، ازاي زي النقط الاساسيه كده علشان تتعامل مع سكند لايف. هو في الغالب يعني الوزاردين اللي هو الهاو تو او قائمه هلب بنسبه 90% التوتوريالات معمول او مبني كور عليها بايز عليها. اخذنا المحتوى بتاعهم وحاولنا نحلله ووفق الامكانيات ديت احنا حاولنا نشتغل على الوزارد ده. ده بالنسبه لقائمه بالنسبه لكويك ستارت. الحاجه الثالثه بتكون عباره عن النوليدج بيز. النوليدج بيز ديت يا جماعه هو طبعا عشان كونكشن من الانترنت بطيء شويه، ف النوليدج هم كلهم بيكملوا بعض، بس فيك تعرف مثلا ان النوليدج بيز والنقطة اللي اتشرحت المرة اللي فاتت اللي هي الكويك ستارت، في الغالب النوليدج بيز منظمة أكتر بينها زي داتا بيز كده فيها مجموعة من الحاجات. زي يعني إيه فيها مجموعة من الحاجات؟ مثلا الإيديتنج على أبيرنس، مجموعة من المهارات، إنك مثلا تكنترول في البروفايل مثلا، دي مجموعة من المهارات كده، يعني زي مسافة داتا بيز أو زي كده تحس بإنها قاعدة بيانات للكلام ده. اما بالنسبه لمثلا الوكي فهم ليهم ويكي، الكوميونيتي فورمز ليهم برضو مدونه يا جماعه، هم ليهم زي مساحه تدوينات وممكن بمساحه التدوينات ديت انت تتعامل يعني وتقول لو انت عندك مشكله من نوع معين مثلا تبتدي تطرحها، وفي طبعا اكيد ناس راح ترد عليك او كده. الجانب الثاني كان عباره عن السبورت بورتال، ده لو كان معاك مشكله ففي بوابه تقدر من خلالها تعمل سبورتنج، تتواصل مع حد من خدمه عملاء سكند لايف لو انت كان عندك مثلا مشكله في من نوع معين. السكند لايف نيوز والبلوجز هم ليهم طبعا مواقع رسميه خاصه بالنيوز وليهم مدونه. الريبورت ابيوز لو انت كنت عايز تقول لهم والله ده في مشكله من نوع معين، او باج لو كان في مثلا حاجه من نوع معين. البامبس والباتشز والهيتس زي مساله الحاجات مفيش اي حاجه طبعا اتتشت فيا، بس طبعا احنا الجانب ده مش هنتعرض له خالص. اباوت سكند لايف والتشيك فور ابديتس ده خاص بالوزارد، اسف الفيور اللي احنا موجودين في ده دلوقتي. يعني بالتلخيص كده قائمه هلب خاصه بمساله المساعده والدعم، خاصه بالكوميونتي بتاع سكند لايف وهلو ماجر. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. وصلنا يا جماعه، فانا ما دفعش الاجر يا ريت يحاسبك. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.